أما السيدة أمال إسماعيل فهي أول ست في مصر تاخد الماجستير وعندها 80 سنة، الله يديها الصحة. طب ليه؟ يعني إيه اللي خلاها تسعى وراء هذا الحلم؟ ده مهم. طرحنا أستاذة أمال معانا ولا إيه؟ معانا؟ ألو؟ يا أستاذة أمال ازاي حضرتك؟ ايوه يا حبيبي انا معاك يا حبيبي. يا سلام، يا رب يخليك يا رب ويحبب فيك الدنيا كلها حبيبك مره واحده، يا بختي. طبعا يا بختي يا بختي. اي فرد في شعب مصر حبيبي. الله 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 الله، واحنا كلنا نبقى مبسوطين ان احنا اولادك وحبايبك. واقولهم حبيبي ابني السيس ده حبيب الكل، وبنت انتصار السيس. طبعا طبعا طبعا. استاذه امال، ممكن اعرف الحدوته بتاعت حضرتك لحد ما وصلتي لدرجة الماجستير وما قلتيش لا بقى، ما العمر جري فمش وقته خلاص؟ لا يا عم، ما هدي جزء على فكرة من رسالة الماجستير بتاعتي، ان الانسان طيب النشط فكريا هو اللي بيصنع الدنيا، ثم ان العالم كله بيتجه ناحية الشيخوخ، لان من ايام توماس مالتوس ما قال الموارد البشر اكتر من الموارد، والناس هتاكل بعضها، وبدات الدول الاوروبيه تاخد بالنظريه بتاعته وتحدد الناس المواليد، وفي نفس الوقت الكبار بقى الشباب بقوا كبار وعواجيز، فاليونسكو عملت بقى مبادره التعليم مدى الحياه، ان الناس حتى اللي هيطلعوا معاش ما يترموش كده ويسابوا، لانهم كفاءه، والكفاءه دي اكتر من الفلوس اللي موجوده، يعني إذا قيست بالمال الكفاءة البشرية هتبقى أثمن وأجمل. طب ده شيء عظيم جدا، أنا معاك يا فندم، بسمعك. أيوة حبيبي بسمعك. أيوة. بسمعك. أيوة. طيب قولي لي بقى كملي. فما نهدرش العقول دي خسارة. وبعدين ضربنا مثلا إن مثلا لو في واحد محامي أو مكتب محاماة أو مكتب هندسي أو أصحابه بيبقوا أنشط وأحسن بعد السن المتعارف عليه اللي هو سن الستين مثلا. يبقى إذا نعمل لهم بقى إيه؟ تدريب مدى الحياة اللي هو اليونسكو عاملاه. جميل جدا. خدتي إمتى قرار إنك هتحصلي على الماجستير؟ طول عمري يا يوسف. طيب ده كلام جميل، كان ايه اللي معطلنا طول الوقت؟ كنت بحب واحد وطلع مجنون زي لا سيد الناس، وبعدين مش عايز مراته تتعلم يا سيدي، نعمل له ايه بقى؟ يعني تتعلم اكاديمي، مش عايز سلم التعليم الاكاديمي. ايوه اقري. العقاد كان بيقرا، مش عارفه مين كان بيقرا، مش شرط ان انت تكتسب ثقافه بالتعليم الاكاديمي. اتعلمي اقري كده، وسمعت كلامه وفضلت قاعده في البيت 38 سنه من غير لا كاني ولا ماني. جم بقى العيال ربنا يخلي امين رب فيهم، وبعدين هو سافر ليبيا، قلت فك بقى انا عايز اخد شهاده اخد فرصتي. فاخدت دخلت التربيه والتعليم، قلت لهم انا عايز اخد الاعداديه، كانوا بيدوا لنا شهاده صغيره كده اننا منقولين من اولى لثانيه مثلا. فخدتها هناك، ممكن نكمل بدي الاعداديه؟ قالوا لي او يا جماعه ده احنا انا من مواليد 43 والوقت بقينا في 81. قالوا لي وان كنت من 1900 احنا عايزينك. حلو. قالوا لي كملي اوراقك، كملتها ودخلت المدرسه الاعداديه. خدت الاعداديه في سنه واحده، لان انا كنت خارجه من تاني اعدادي مثلا. كانت 4 سنين الاول، لكن على ما جيت بقى ادخل كانت بقى 3 سنين. حلو. فانا معايا تانيه، يبقى انا محتاجه سنه واحده. ماشي. خدنا الاعداديه. ايوه. جه بقى حبيبي المجنون من ليبيا، لأ انا خدت الاعداديه من سكات كده بكل لطف كده وذوق زي خدته السهدانه الله يرحمه. بدا يعمل لي باسبور من غير ما اخد بالي.
شهادة ميلادك فين؟ أنا مش عارفة ليه يحمل على شهادة الميلاد، يعني ما بقتش أسأل هو هيعمل فيها إيه يعني. فما اديته شهادة الميلاد بيوضب المسمار يعني عشان ياخد. طيب وليالي أحمد بعدها بقى ثلاث أربع يلا يا بنت عشان نسافر سوا لبي. طب وليالي أحمد؟ العيال مين؟ أنت بنتك الكبيرة ما قربت تخلص طب، وابنك الصغير في ثالثة هندسة، وبنتك التانية في أولى ثانوي، أنت متجوزة أصغر منه. مش معقولة أروح أنا بقى أعملكوا فلوس وأجيب من الغربة وأنتوا تصرفوا. لا يا ستي تعالي معايا، مش مستعدة أتحمل غربتي لوحدي. الله أكبر، دي قصة حب عظيمة دي. أيوه 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 يا ابني. ما شاء الله. وفعلا وفعلا سمعت كلامه وسافرت معاه، بس والله كنت هموت يا يوسف. بعد كنت هموت. ليه بس يديلك طول العمر؟ لأن بيقولوا فراق الحي أصعب من فراق الميت. يديلك طول العمر. الله يكرمك. وبعدين؟ فبقيت ماشية كأن حتة من قلبي سايباها في مصر. يوم سافرت معاه بقى كان أربع سنين حلوين قوي في ليبيا برضه. جيت بقى هو مات، كنت عند بنت هنا في مصر. قاعدين بنتكلم على الاحداث الجاريه يعني. ايوه. فزي ما تقول حاجه من كلامي عجبها. يا ماما ما بتكمليش تعليم ليه؟ بصت لها كده صحت الحلم اللي مات بقى. طلعت العفريت من امه. حلو. تعليم ايه يا بنتي؟ ده انا عندي 68 سنه. قالت لي والقرايه اللي انت كنت قاعده تقراها السنين الطويله راحت فين؟ ما فوق. يلا يا ماما روحي وقدمي ورقك وخدي السو. سمعتي كلامها؟ وفعلا قدمت ورقي وقبلت تاني اولى وتانية وتالتة ثانوي. سافرنا بقى في بعد كده بقى رحت الكلية الحمد لله. بس وانا بقى فرد كده لقيت حاجة اسمها قسم اجتماع، انا ما عنديش عنه أدنى فكرة، وقمت بقى معلمة عليه ولقيته حتة قسم. يا يوسف يا خراشي مش ممكن، لأن حركة المجتمع كله فيه طبعا بناء على النظرية البنائية الوظيفية. كل حاجة بقول لك إن النظرية دي بتقول إيه؟ إن المجتمع أنساق، نسق أسري، نسق ريفي، نسق مثلا نسق تعليم، أنساق بقى. وكل نسق بيشد التاني، وإذا وقع نسق المجموعة كلها هتتفركش. واخد بالك؟ فبديت بقى أعرف بقى. وبعدين كان عندنا حبة أساتذة ربنا يكرمهم، كل اللي أنا فيه ده بسببهم والله، بهدلهم التكريم ده كله يعني بهدلهم. طبعا بعد ابن السيسي وحبيبتي انتصار بهدلهم برضو اللي أنا حصلت عليه ده لأساتذتي، وخصوصا الدكتورة فتحية الحوت اللي اختارت موضوع رسالة الماجستير وأصرت عليها ولقيت كلامها صح. هايل. بس خلاص خدت الماجستير. وبعدين كأصغر طالبة سنها 80 سنة. طب طبعا أحلى طالبة عن يا سلام. طب وهناخد الدكتوراه ولا إيه؟ إن شاء الله لازم، بس إذا أراد الله وما شاء يفعل. ربنا سبحانه وتعالى يكتب كل الخير وكل الصحة وكل العمر والبركة في العمر، ونتكلم تاني مع درجة الدكتوراه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. وساعتها لو انا ربنا مدي لي عمر اجي احضر المناقشه. هتعزميني؟ يلا الحمد لله هعزمك طبعا. يا رب يخليك. ده انا عزمت كل، انا اصلا طلعت ببرامج كتير قبل المناقشه من سنه 2000 من يوم ما خدت الليسانس. وانا بطلع استضافوني ناس كتير، السيد علي مثلا في الحدث. جميل. في اللي هو اسمه مش عارفه البرنامج بتاعه اسمه ايه. انا عارف استاذ سيد طبعا كويس. عمرو عبد الحميد استضافني في تاني طبعا مثلا. دول حظهم احسن مني بقى. محمود سعد باب الخلق. دول حظهم احسن مني. حظهم احسن مني والله. بس انا بقى ايه، هيبقى لي حظ ان انا ان شاء الله هحضر مناقشه الدكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حتى انا دعيتهم قلت لهم مناقشتي هتبقى يوم كذا كذا، ما حدش جه. خلاص بقى براحتهم. أنا جاي. اللي جه بقى اللي سبق كل النبأ بقى. يا بخت اللي سبق. لقيت الدنيا بحالها اتلمت حواليا صحفيين ومراسلين ودنيا ومدان، والحمد لله.
الحمد لله. نورتيني وشرفتيني واسعدتيني وفرحتيني وعزمتيني. انا بشكرك جدا 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 استاذه امال، كل الشكر ليك الاستاذه امال اسماعيل، اول مصريه تحصل على درجه الماجستير وفي علم الاجتماع. انت متخيل كم الالهام ومتخيل كم الروح الوثابه والشباب والامل اللي موجوده في الصوت، فما بالك بالشخص نفسه لما تقابله. اذا ربنا كاتب لي العمر هحضر الدكتوراه. طيب